السلام عليكم أعزائي الطلبة، تكمل المحاضرة السابقة المتعلقة بمحاضرة الطفل الخليجي. راح أوضح بعض النقاط المهمة اللي أشرت إليهم في المحاضرة السابقة. النقطة الأولى هي تتعلق بعدم قدرة الطفل الخليجي على تنظيم درجة حرارة، وهذا يتعلق بعاملين أساسيين. العامل الأول هو عامل داخلي إلى علاقة بمدى نضج مراكز تنظيم درجة حرارة في الهايبوثالاماس. العامل الآخر هو يتعلق بعوامل خارجية، كان يكون يعني دخول تيار هواء على الطفل، أو يوضع الطفل على سطح بارد أو ما يعرف بالكوندكشن. طبعا دخول التيار الهوائي هذه الحالة تسمى كونفنشن، ووضع الطفل على سطح بارد تسمى بحالة الكوندكشن، وأيضا يعني انبعاث البخار من جسد الطفل وعدم المحافظة على هذا البخار يؤدي إلى فقدان درجة الحرارة، وهذه الحالة تسمى بالإيفابوريشن. أيضا هناك حالة أخرى تسمى الراديانت. طبعا الطفل بطبيعة الحال يعني الطفل الخليج يجب وضعه بالحاضنة حتى نحافظ على درجة حرارته لهذا السبب. الحالة الأخرى اللي هي تتعلق ب يعني يكون الطفل الخليج عرضة للإصابة بالعدوى أكثر من غيره. طبعا أنا ذكرت بأحد السلايدات بالمحاضرة السابقة بأن الطفل يكون عنده لو فاتي تشو أو لو سبكتنيوس فاتي تشو. هذا الفاتي تشو لها فوائد جدا عظيمة بالنسبة للطفل الخليج، لأن هناك ما يعرف بالفيتامينات الذائبة في الدهون تنتج من خلال هذا الفاتي تشو، طبعا بعض الأحيان بمساعدة أشعة الشمس وبعض الأحيان بمساعدة الفلورا الطبيعية بالأمعاء. على سبيل المثال الطفل معرض للنزف. لماذا يكون الطفل معرض للنزف؟ لأنه يفتقد إلى فيتامين كي ويفتقد إلى فيتامين دي. دور فيتامين كي يقوم بتحويل مادة البروثرومبين إلى ثرومبين، أو طبعا يقوم بتصنيع مادة البروثرومبين. زين، فيتامين دي يقوم على امتصاص أو يساعد على امتصاص الكالسيوم. في عملية الكلوتيك ميكانيزم اللي هسه راح أشرحها لكم شنو دور هذول الفيتامين، يعني اللي هو فيتامين كي وفيتامين دي. طبعا لما يحصل كدمة أو جرح للأطفال يكون عندنا السيل دامج وعندنا البليتليتس. السيل دامج والبليتليتس ينتجون الثرومبوكاينيز. الثرومبوكاينيز دوره يقتصر على تحويل البروثرومبين إلى ثرومبين بمساعدة أيون الكالسيوم. هنا شنو دور فيتامين كي؟ فيتامين كي هو يخزن بالكبد، يعمل على إنتاج البروثرومبين. هذه هي وظيفته بالنسبة فيما يتعلق بالكلوتيك ميكانيزم. هنا فيتامين دي يعمل على امتصاص الكالسيوم اللي راح نحتاجه وين؟ بالكلوتيك ميكانيزم. ولذلك مثل ما أشرت الثرومبوكاينيز راح يحول البروثرومبين إلى ثرومبين. لهنا انتهت يعني فائدة فيتامين كي وفيتامين دي والكالسيوم اللي هو يمتص بمساعدة فيتامين دي. يأتي الدور هنا على اليمين راح يجي الدور على الثرومبين. الثرومبين يعمل على تحويل مادة الفايبرينوجين إلى فايبرين اللي هي راح تعمل المش الشبكة اللي من خلالها راح يتم يعني تراص الصفيحات الدموية لعمل الخثرة. بعض الفيتامينات تدخل في عملية إنتاج التي سيل، واللي هي أصلا يعني جدا مهمة في عملية رفع المناعة. التي سيل تعمل على محاربة الأجسام الغريبة المايكرو أورجانيزم والقضاء عليها. هذا التي سيل تصنع أو تنتج بمساعدة فيتامين أي. طبعا فيتامين أي أيضا هو من الفيتامينات الذائبة في الدهون، و تصنع من يعني من خلال وجود الطبقة الشحمية تحت الجلد. لما تكون الطبقة الشحمية تحت الجلد قليلة بالتالي راح يكون فيتامين أي قليل، وهذا راح يؤدي إلى قلة في إنتاج كريات الدم البيضاء من نوع تي سيل. سؤال اليوم يتعلق بجهاز الفوتوثيرابي.
ما هي فائدة جهاز الفوتوثيرابي للأطفال اللي يعانون من ارتفاع معدل الميلوروبين؟ وما هي الآلية التي يعمل عليها هذا الجهاز لخفض معدل البيلروبين؟ انتظر إجاباتكم على موقع جوجل كلاس روم. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أنا المدرس المساعد محمد عبار شرهان التدريسي في قسم التمريض في المعهد الطب التقني العمارة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.